أرض الخلود لقبها من زمن الحضارة الأولى، هي أرض السحر والغموض والدهشة، نادرة ندرة لآلئها الثمينة. زارها الإمبراطور الأول مرسلاً من الآلهة بحثاً عن كنز دفين. هي أرض الثقافة والتقاليد العريقة والتاريخ التليد. اسمها الأول دلمون، وهي اليوم البحرين. تقع البحرين في قلب الخليج العربي، منبعاً للؤلؤ الثمين ومركزاً متميزاً للتجارة والاقتصاد. حضارات بابل والإغريق واليونان والرومان والفرس والعرب تمازجت كلها لتجسد تاريخ المملكة وثقافتها. فالبحرين اليوم تمتلك كل مقومات العاصمة العالمية للثقافة، ثروات وتحف نادرة تعود إلى 5000 سنة، تحتضنها متاحف تتميز بفرادة هندستها المستوحاة من عصور السومريين والدلمون وصولاً إلى عصر النهضة الإسلامية. مجموعة جزر متناثرة تشكل مركزاً هاماً للتجارة وملتقاً استراتيجياً نادراً بين قارتين. قلاع وحصون تشهد لمجد هذه الجزر الحافلة بالحضارات المتنوعة والتي تمثل صلة وصل ما بين الشرق والغرب. الحضارة الإسلامية أضافت قيمة هندسية متجددة على مساجدها العامرة. لقبت البحرين بجزيرة المليون نخلة، وهي أول دولة عربية يكتشف فيها النفط عام 1932. من هذه المواقع الأثرية القديمة تتحول الأنظار إلى التجدد والحداثة. إنها أرض الدهشة والإبهار. من الدلمون إلى البحرين ينتصب الماضي والحاضر جنباً إلى جنب، لكأنها نبتات فطر فوق هذه الأرض الشاسعة، ولكنها في الواقع غرف منسية من الماضي. هي مقابر، بعضها فارغ وبعضها الآخر يحتوي على هياكل عظمية، كانت في العصور الغابرة مقصداً لشعوب مجاورة يأمونها بعد قطع مسافات طويلة لدفن موتاهم. وهذا الأمر بقي سراً تاريخياً غامضاً. هذا المكان المتميز يعتبر اليوم المكان الوحيد في العالم الذي يحمل مثل هذا الطابع السحري المدهش. البعض من هذه المواقع الغريبة يعود تاريخها إلى عهد الملك جلجامش الذي قصد دلمون بحثاً عن سر الخلود. تروي الأسطورة أن جلجامش غاص في لجة المياه بحثاً عن نبتة الخلود السحرية التي تنمو في الأعماق. هذه الأسطورة بجوهرها تعرفنا على أثمن ما تختزنه البحرين من اللؤلؤ. هذا الطابع المتميز نسج حكايات وأساطير
ومنح البحرين اسمها وثقافتها وتقاليدها المتصلة بالبحر. كقيمة هذه اللآلئ التي يضمها بحر المملكة، فإن تاريخ وثقافة البحرين يعتبران كنزاً نادراً وفريداً في العالم يفاخر به أهلها على الدوام.